خلص بس الله 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 باشمهندس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. ربنا يسعد مساءنا ويسعد مساءكم يا رب. هنقول جايبين لكم شغل تورت ورد حلو قوي، حاجة حلوة حاجة حلوة جديدة لسه ومميزة. شغل تورت تورت مش صيني ولا مصري. تعالى يا باشا اتفضل ليك انت. اول شكل معانا يا جماعه شغل التركي، تركي وجماله، حاجه حلوه اسمها المظله، سماها المظله ممكن تسماها منظر البيت، بس حاجه حلوه قوي يا جماعه. شغل تركي بيجي جاهز كده، مفيش حد يصنعه هنا ولا حد يعرف يصنعه. الشغل ده بيجي جاهز منه حوالي 4 أو 5 ألوان. ممكن التفاعل يقل معايا شويه علشان بقيه الشغل هنفرجها لكم بعد اذنكم. ده لون فضي، لون البيج، درجه فضي غامق وفاتح، درجه الكشمير، دول 4 أشكال.
في اثنين تانيين. ارجعوا ورا شوية كده، ارجعوا ورا شوية. التفاعل يالا يا جماعة بعد إذن حضراتكم. التفاعل يالا. ما تلعبش في حاجة بقى وما تحركش إيدك. ارجع ورا شوية كده، حرك نفسك كده. بيطلع اطلع السلم كده، ارفع رجلي بطلع السلم، اطلع السلم. يا رب بسم الله ثبت ايدك بقى يا باشا بعد اذن حضرتك. اتفقنا انا معاك كده. هنقول الف مبروك الحور العين. هات لي الساعه دي كده، الساعه المدوره. الف مبروك الحور العين، كسبت معايا الساعه. انا هكسب كم حد بس حاجات مميزه. الف مبروك الحور العين، كسبت معايا الساعه. الف مبروك الحور العين، كسبت معايا الساعه دي. الحور العين كسبت معايا الساعه دي. الف مبروك ليها. الف مبروك للحور العين، كسبت معايا الساعه. الله على الشاشة، الله. ثبت لك بقى يا باشا. الورد التركي يا جماعة، ورد تركي أربع أو خمس أو ست ألوان موجودين في المحل بفضل الله. محل جادو دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي، بجوار صيدلية جبة. هو الأخ هادي بيقول لكم يعني لو عايزين تحطوا ده كده براحتكم حسب ما أنتوا عايزين. اللايف بيقف بس حرك ايدك بس ثواني مش قوي، ما تهجمش بالتليفون قوي عشان الشبكه، تمام؟ ممكن تحط رجل على السداسه او رف اللي انت عاملاه في البيت او في الشاشه، حاجات حلوه تشرفك، تمام يا جماعه؟ خد لي الصنف ده كده يا باشا عندك. اطلع ايدك كده، اطلع كده كمان شويه. تليفونك فين؟ شحن. ألف مبروك الحور العين، كسبت معايا الساعة. ولسه يا جماعة ممكن أكسب معايا حاجة طابلوه أو أكسب معايا ساعة. قفلت تمام؟ يا جماعة التفاعل يالا معايا بعد إذن حضراتكم. التفاعل يالا معايا. هنقول ده صنف تاني أصلاً. إيه، هكسب حد ساعة بطابلوه أو طابلوه الوقت يا جماعة، هكسب حاجة طابلوه أو ساعة بطابلوه، حاجات مميزة كده عشان الشغل اللي معانا مميز النهاردة. ده صنف يا جماعة، ده صنف، ده مقاس وده مقاس. محل جاري دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي، بجوار صيدلية جبة. التفاعل يالا معايا يا جماعة بعد إذنكم. عندي من دي كام لون، هات لي منها كام لون يا باشا بعد إذنك. دي بقت ألوانها. يا جماعة الاخضر في الابيض، الكشمير في الاخضر، والموف في الاخضر، بس حاجه حلوه قوي. إيه يا جماعه، كسب حد ساعه وطابلوه او طابلوهات، هيبقى الثلاث طابلوهات مع بعض. اللي هيكسب الثلاثه مع بعض، هيكسب حاجات مميزه كده. إيه ممكن التفاعل يقل معايا والمشاركات، اهم حاجه مشاركات لان التفاعل معايا قليل قوي. مين يا جماعه اللي يكسب معايا التفاعل يزيد معايا شويه؟ الورد الزينة يا جماعة، ورد الزينة بكل الأشكال وجمال الأسعار، من أول 15 جنيه لحد 125 جنيه. الورد التفاعل يعلى بعد إذنكم. يا جماعة ده شكل الورد التركي الجديد، شكل الورد التركي الجديد منه فيه. يا جماعة مين يا جماعة يكسب معايا دلوقتي؟ عايز التفاعل يعلى معايا شوية. ورد الزينة مقاسات وأشكال مختلفة. ورد الزينة مقاسات وأشكال مختلفة. ورد الزينة مقاسات وأشكال مختلفة.
ركز عليهم كويس يا باشا. كده كل ده يا جماعه ينزل بصور توضيحيه، هينزل بصور توضيحيه على الصفحه، هينزل بصور توضيحيه على الصفحه. اللي هيكسب معايا الوقت طابلوه، هيكسب معايا 3 طابلوهات. مين يا جماعة يكسب معايا الطابلوهات دي؟ التلاتة ب75 وحد يكسبهم معايا دلوقتي. مين يا جماعة يكسب معايا ال3 طابلوهات دلوقتي؟ عايزين التفاعل يلا بعد إذنكم. تعالى يا باشا اتفضل. عامل إيه؟ مين يا جماعة يكسب معايا ال3 طابلوهات دول؟ تلاتة. ال3 طابلوهات دول حد يكسبهم دلوقتي؟ حد يكسب ال3 طابلوهات دول دلوقتي؟ حد يكسب ال3 طابلوهات دول دلوقتي؟ تلاتة حد يكسبهم دلوقتي؟ إيه التفاعل يالا معايا؟ طيب. طيب عشان ننشط التفاعل كده يا جماعة، عشان ننشط التفاعل مين هيكسب بدول دلوقتي؟ هيكسب دول حد دلوقتي يا جماعة، حد دلوقتي هيكسب دول التلاتة مع بعض، التلاتة مع بعض. محل جاري دمياط القديمة منتصف شارع الشرباصي بجوار صيدلية الجبة. أشكال مختلفة، أشكال مختلفة يا جماعة، ده شغل تركي مش مصري. اللي عندك كده. مين يا جماعة يكسب معاه دلوقتي ال3 طابلوهات دول؟ عايز تكسب يوم مين يا جماعة يكسب معايا ال3 طابلوهات دول؟ التفاعل بدأ يعلى معايا. في حد عايز يكسب بس مش حاضر اللايف، ينفع؟ عادي معاهم. مين يا جماعه يكسب معايا ال3 طابلوهات دول؟ الورد الزينه وصل، الورد الزينه وصل، ورد تركي وحاجه تشرفك، حاجه تشرفك كعروسه. محل جادو دمياط القديمه منتصف شارع الشرباصي بجوار صيدليه الجبه. اشكال مختلفه والوان مختلفه. التفاعل يعلى زي الاول. مين يا جماعه اللي يكسب معاه ال3 طابلوهات دول؟ هنقول الف مبروك لمين يا جماعه لل3 طابلوهات؟ معايا الورد الزينه التركي يا جماعه بكل اشكاله والوانه. ورد الزينه من اول 15 جنيه عند المصري ب7.5 وب5، بس التركي حاجه مميزه. التركي حاجه مميزه. التفاعل يعلى كمان شويه بعد اذنكم. التفاعل يعلى بعد اذن حضراتكم. شكرا زهرة الياسمينة، شكرا لذوقك. نعم يا باشا. مين يا جماعة اللي يكسب معاه دلوقتي؟ يكسب هو خلاص. ايه؟ مش حاضرة لايفة، أنا موجودة. مباشر. عندنا خوخ وتفاح حاجة حلوة. لا لا خش عليهم من شغل. لا ما ما من شغل. مش هجيبك مش هجيبك. معايا خوخ وتفاح على فكرة يا جماعة اللي بيتاكل. التفاعل يا أهلا معايا. التفاعل يا أهلا معايا. أنت عايز إيه يا مين يا جماعة اللي يكسب معايا دلوقتي ال3 طابلوهات دول؟ التفاعل يا أهلا معايا بعد إذنكم. معايا خوخ، معايا خوخ وتفاح بس حاجة حلوة. مين يا جماعة اللي يكسب معايا ال3 طابلوهات؟
الورد التركي وجماله. معايا ورد تركي جميل وشيك وحاجة حلوة. ورد تركي وجماله حاجة شيك قوي. أول 35 جنيه 45 جنيه 50 65 لحد 125 جنيه. التفاعل يعلى كمان، التفاعل يعلى. طيب ألف مبروك كنوز القرآن كسبت معايا دي، كنوز القرآن كسبت معايا التلاتة. ألف مبروك كنوز القرآن، ربنا يجعلنا من كنوز القرآن. التلاتة دول كسبتهم كنوز القرآن، ألف مبروك ليكي يا ستي الكل، يا ستي الكل ألف مبروك لحضرتك. تلات طبلوهات كسبتهم معايا كنوز القرآن، كنوز القرآن ألف مبروك ليكي. أهو علشان التفاعل هكسب معايا كمان حد، هيكسب معايا كمان ساعة أنت ورزقك يا ستي الكل. وعندي العروض بتاعتنا مستمرة، محل جادو دمياط القديمة منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية الكبة. كنوز القرآن كسبت معايا التلاتة مع بعض مش واحد، كسبت معايا التلاتة مع بعض مش واحد. ألف مبروك ليكي. التفاعل يعلى كمان علشان بقيت الناس تكسب، علشان بقيت الناس تكسب. أنا لسه كده ما كسبتش حد، حتى أكسب كمان يا جماعة. طيب التفاحة وجمالها، اتفضل يا باشا. 50 مفرش جبلان متر في متر 5050، اتباع ب 75 جنيه. حاجة جبلان تتحط في الغسالة ما تقلقش منه. محل جادو دمياط القديمة منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية الجبة، الشارع المؤدي لهايبر جويدة. عندي شغل ورد تركي أكتر من 12 13 صنف بفضل الله، مش هتلاقي الكلام ده عند حد. يا جماعة اللهم امين. محل جادو بيقول لك التفاح عندنا ما بيتاكلش بس زينة، التفاح عندنا تركي بس زينة ما بيتاكلش. عندي تفاح أشكال وألوان، عندي تفاح أشكال وألوان، عندي التفاح اكريليك يا جماعه، اكريليك حاجه خامه زي المعدن كده زي الباغه، اجمد من البلاستيك ممكن ما تتكسرش معاكي. يا جماعه اشكال مختلفه ورسومات، اشكال مختلفه ورسومات. انا كسبت 2-1 ساعه واحد طابلوه. تعالي جوه اتفضل، تعالي يا استاذنا اتفضل، تعالي شغال مع يحيى. تعالى يا باشا عايز واحد، عايزون ايه؟ خلاص مش انت ورزقك نبيتي؟ لا لو شلت تكسبت. هو مفيش نبيت على مزاجك؟ والله ما في حد معاه اسمه ما كسبش. كلم الاستاذ اللي بره يا فندم، عدى ادهم، عدى يا فندم، هات له هات له ضغط الموت، عدى عشان التليفون. انا بعديه محل جاله دمياط القديمه منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدليه الجوه. ورد تركي وزينة، ورد تركي وزينة، عندي ورد تركي وزينة مش صيني، مش صيني، شغل مستورد تركي، شغل مستورد تركي، شغل مستورد تركي. شغل مستورد تركي، حاجة حلوة تشرفك، حاجة تحطها في رف المكتبة، رف الشاشة، على الكومودينو، على التسريحة، على أي حاجة عند حضرتك حاجة منها فيها. أنا في شغل ورد أنا بصنعه، أما ده جاي تركي مستورد كده. حاجة حلوة تحطيها في البيت، تحس بجمال الطبيعة كده يا ست العرايس أو يا ست الكل. لو حضرتك ست بيت وبتجددي، شوف يا باشا اللي أنت عايزه. عايزة واحد. عندي وردة يا جماعة، ده أصغر حاجة في الورد التركي يا جماعة. يحيى بطلع معاك في كل لايف. حاضر هكسبك المرة الجاية، حاضر عينيا. تمام. طيب هنقول ألف مبروك لمين؟ أيوه. طب التفاعل يعلى معايا كده؟
حد يكسب دي دلوقتي يا جماعة، حد يكسب دي دلوقتي، مين اللي رزقاه اللي هتكسب دي دلوقتي؟ محل جادو. شكرا لزويد يا ست الكل، شكرا للناس اللي بتقول كلمة من قلبها. دي تفاحة انتيكة، تفاحة انتيكة ذهبيات. حد هيكسب دي دلوقتي؟ طلع لي كده، امسك لي التفاح الامريكاني ده كده، عندك امريكاني وعندك مصري. ده تفاح، دي كمثرى. كمثرى ازاي يا ابني؟ دي تفاح، دي ده رمان. هتقول لي بتاع موز؟ انا عايزها كمثرى. يحيى عندي تفاح وعندي كمثرى وعندي خوخ، عاملين حديقه فاكهه هنا. مين يا جماعه اللي يكسب؟ ما امسك كده يا فندم بعد اذنك. الذهبيات دي يا جماعه حد هيكسبها دلوقتي؟ حد هيكسب دي دلوقتي؟ التفاعل يلا بس بعد اذنكم. كده معايا اكتر من 12 13 صنف ورد تركي، اكتر من 12 13 صنف ورد تركي. كل يا جماعه، كل صنف غير الثاني، كل لون غير الثاني، كل رسمه غير الثانيه. عايزك تاخدي الورد تحطيه وتفرحي بيه كده، تحسي باليوم الجميل، تحسي بمنظر الطبيعه. يا جماعه مين اللي هيكسب معايا دلوقتي يا جماعه؟ انا. طيب هنقول الف مبروك خشوع الرحمن، خشوع الرحمن. انا الهدايا كلها مميزه النهارده، محدش يسالني ليه، علشان انا قلت الشغل المميز هيطلع معاه هدايا مميزه. محل جادو دمياط القديمه، محل جادو دمياط القديمه، منتصف شارع الشرباصي بجوار صيدليه الكبه. شكرا للناس اللي بتقول كلمه من قلبها، شكرا للناس اللي ذوقها عالي متابعانا اول باول، شكرا للناس اللي بتعمل منشن الاصدقاء ومشاركه على صفحتها الشخصيه وعلى الجروبات. محل جيرو دمياط القديمه، منتصف شارع الشرباصي بجوار صيدليه الكبه. لايك ومتابع على الصفحه علشان اول جديد او اول باول تشوف الجديد، مفارش او انتكات او اباجورات، كل حاجه بفضل الله موجوده. عندي اصناف كتير، مش فاضي والله، عندي اصناف كتير من الورده يا جماعه. الف مبروك للناس اللي كسبت معايا، اللي كسب معايا تابلوه، واللي كسب معايا التفاحه، واللي كسب معايا التفاحه الذهبيات. كل ده بفضل الله موجود عندنا 13 او 12 شكل تركي، كل خمسه سته الوان مختلفه، كل خمسه سته الوان مختلفه ورسومات مختلفه. احنا بفضل الله عندنا التميز، عندنا التميز في اشكال جوه يا باشا. مش انا عمال اقول لك في اشكال جوه حضراتكم، مش عارف في ايه كده. انجز لسه يا جماعه بقيه الشغل معانا. التفاعل يعلى زي الاول، التفاعل يعلى زي الاول. التفاحه وجمالها، التفاحه وجمالها. حاضر حاضر، نخلص اللايف ونكلم حضراتكم. نطلع شوف ست الكل كده عايز ايه؟ عايز بصوا قدامي. هو اللي بيجي بيقولوا اشكال واحدة. ايه؟ بيغلى الاشكال الكبيرة اللي ورا. تعالى يا التفاحة، شيلوا شيلها شيلها. عندي التفاحة ألوان كتير، حاجة رقيقة، مش بالضخامة مش بالكبرى يا جماعة. عندي التفاحة شكل حلو وحاجة تشرفك. شكلي يا جماعة من ضمن الأشكال، عندي أشكال كتير، عندي أشكال كتير ورسومات ومقاسات. الله على الجمال، الله الله على الجمال عندنا، الله على الجمال عندنا. دقالي على الزلط ده كده، زلط تركي برضه مش من هنا، محدش عنده الزلط ده يا جماعة، تركي. حاجة حلوة تركي مستوردة، حاجة تشرفك،
حاجه تحسسك بالطبيعه كده، وحاجه حلوه ومميزه. محل جاري دمياط القديمه، منتصف شارع الشرباسي، بجوار صيدليه الجبه. المشاركات تعالى معايا بعد اذن حضراتكم. عندي التركي ده يا جماعه فك وتركيب، عندي ليه فك وتركيب اهي. ها يا جماعه فك وتركيب يا جماعه، عندي ليه فك وتركيب اهي. حاجه حلوه، حاجه قيمه، ومنظر جديد وشكل جديد، حاجة تركي جديدة أصلا، حاجة جديدة وشكل جديد، ألوان مختلفة، رسومات مختلفة، حاجة شغل تركيات يا جماعة، شغل تركيات، شغل تركيات. منظر المظلة أو نسميها البيت. عندي الكبير أبو جبل هنا، عندي الكبير كبير يا جماعة، منظر حاجة حلوة. اهي الترس لوحدها يا جماعه اهي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. يبقى عندي كل صنف، كل صنف الوان مختلفه. ركز على ده يا باشا. التفاعل يعلى كمان عشان نكسب حاجه. التفاعل يعلى، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. التفاعل معانا ممتاز ممتاز. لا لسه. واحدة واحدة عشان الجديد شديد، واحدة واحدة عشان الأشكال عندنا بتتكلم عن نفسها، واحدة واحدة عشان المميز بفضل الله دايما هتلاقوه في محل جادو. شغل التركي موجود كل الأشكال. عندي ورد زينب كل الأشكال، وعندي مفارش تركي، وعندي مفارش مصري، وعندي مفارش هندي، عندي أباجورات، كل حاجة بفضل الله موجودة. عندك رف مكتبة، وعندك رف شاشة، كل ده بيتحط عليها جميل قوي. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. التركي وجماله هنا عندنا، كل أشكاله ورسوماته. حاجة يا ست العرايس لو عايزة حاجة للبيت تعالي شرفيني، لو عايزة حاجة تاخديها هدية لعروسة من إخواتك أو من حبايبك يبقى لازم تشرفيني. كل ده ألوان مختلفة ورسومات مختلفة. فين يا جماعة المشاركات بعد إذنكم؟ المشاركات فين بعد إذن حضراتكم؟ حاجة حلوة تحطيها على ترابيزة السفرة أو على الطقطوقة، منظر كبير وحاجة جديدة، حاجة حلوة شيك أوي تشرفك، حاجة تحطيها كده تحسي بمنظر الطبيعة. موجود مصري وموجود تركي، التركي بيتقال عليه تركي وبيتكلم عن نفسه. واحدة واحدة أديهم، واحدة واحدة. واحدة واحدة يا جماعة. مين اللي عايز يكسب معانا؟ هنقول الجايزة اللي بتفضل أعمل حاجة، بتفضل حاجة. محل جادو دايما يرحب بكم، ودايما بيقول لكم الجديدة عندنا دايما على طول، كل يوم لايف، كل يوم ويوم. ميعادنا من بعد العصر مثلا او بعد العشاء حسب الشغل ما بجيلنا. بفضل الله بفضل الله الشغل الاسواني ممكن يوصل بكره، شغل الاسواني ممكن يوصل بكره، اللي هو الكنب الاسواني اللي بسم الله ما شاء الله تلات ارباع دمياط وتلات ارباع الشعب كله طالبه مننا. الكنبه ب 40 جنيه هتوصل، وهتوصل كل الوانها. انتظرونا انتظرونا بفضل الله. عندنا التميز شديد، وعندنا الحاجة بتقول لك تعالي اخديني حطيني في بيتك علشان انا مميزة. المميز عندنا حلو، المميز عندنا حاجة حلوة، مقاس كبير، منظر رقيق شيك مش بالضخامة. عندي المصري موجود، وعندي التركي موجود، كل حاجة بفضل اللي موجودة. محل جاري دمياط، انت اللي حاططها، انت اللي حاططها.
شيل 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 روحي تعال. الورد الزينة شيك وشيك شيك جمال حاجة حلوة. شوف البيت اللي جوه ده بعد اذنك، ركز معايا يا فندم. اللون البيج ده جميل قوي يا جماعة، بيج في اوف وايت واحمر في اخضر. ورد زينة في محل جادو، ورد زينة في محل جادو، ورد تركي في محل جادو. التفاعل يالا كمان عشان نقول مبروك لمين؟ هنقول مبروك لمين؟ مفيش حد في اللايف اسمه مكسبش يا جماعه، كل اللي معايا في اللايف كسب. ده انا تحت امري، انت تامري بس يا ست الكل. كل اللي معانا ومتابعنا كسب من محل جادو، كل اللي معانا في محل جادو كسب. محل جادو دايما الجديد عندنا بفضل الله مميز. كل رسمة بألوان مختلفة، كل رسمة بألوان مختلفة. كل الشغل ده يا جماعة تركي، كل الشغل ده بفضل الله والله تركي، كل ده شغل مستورد تركي. لسه عندك يا باشا جوه. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا، ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. موجودة أسعار خاصة للجملة يا جماعة، 010-9-3-50-45 010-9-3-50-45. ده رقم الواتس يا جماعة، الرقمين اللي على الكارت شغالين. أي استفسار تحت أمر حضرتك، تحت أمرك في أي وقت، أي استفسار يا ريت. أي حد محتاج أي حاجة يكلمنا على الرقمين، أنا تحت أمرك برد في أي وقت، برد في أي وقت والله. اي استفسار على اي حاجه، حد محتاج اي حاجه، محل جمله ومحل بيفتح او اي حاجه تحت امرك، كل ده موجود بفضل الله. اشكال ورسومات مختلفه، الجديد عندنا حلو ومميز، حاجه تشرفك كعروسه. يا جماعه كل اللي معانا في اللايف كسب، وكل اللي معانا في اللايف كسب، واكتر اللي معانا في اللايف كسبانين امبارح وانا مفرحهم. شفتوا يا جماعة الشغل؟ شفتوا المميزات؟ انتظرونا بفضل الله شغل الأسواني، ويا ريت الناس اللي محتاجة شغل أسواني لما يجي تحضر بسرعة، علشان الشغل ده ما بيقعدش، علشان ما بيقعدش. محدش يرجع يزعل مني ويقول لي يا يحيى اللي طالبة الشغل ده مني. اتفضلي يا سعادة الباشا، مش ناوية تشرفينا بقى؟ تحت أمري على دماغي. محل جاري دمياط القديمة، محافظة دمياط القديمة، محافظة دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي. اتفضل يا كوكو نجيب لك وردية. حبيبي يا كوكو اتفضل. اتفضل يا ستي الكل. تعال 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 يا عم، مش هجيبك مش هجيبك. ما تخافيش انت هتطلع على التلفزيون يا ستي الكل. ما تخافيش مش هجيبك، خش عدي يا ابني عدي ما تخافيش. وده شغل مستورد برضه يا جماعه، شغل مستورد. حاضر حاضر يا جماعه، اكلمكم بعد اللايف. حاضر، كل ده شغل مستورد. اسكباشا ده عندك، خدي خدي خدي. محل جدول دمياط القديمه، منتصف شارع الشرباسي، بجوار صيدليه جبه. اي استفسار على اي حاجه اللي تحت امركم. دعاء صباح. الصوت تمام يا جماعة؟ كل الورد التركي وصل، اتفضلي ست الكل. كل الورد التركي وصل بكل أشكاله وألوانه.
مفارش كل الاشكال، ورد تركي، ورد زينه، اشكال كتير ورسومات. كده الناس كلها يا جماعه مبسوطه معانا، كل الناس اللي تابعت معانا مبسوطه. طيب قبل ما نختم اللايف عايزين نكسب حد، قبل ما نختم اللايف عايزين نكسب حد، قبل ما نختم اللايف، قبل ما نختم اللايف هي دعاء صلاح محل جاري دمياط القديمه منتصف شارع الشرباسه يا جماعه. كل الاشكال دي موجوده، كل الاشكال دي موجوده. رسمه الفراشه دي يا جماعه موجود منها اشكال كتير. كل الشغل التركي ده عندنا بفضل الله يا جماعه. هنقول ألف مبروك لمين تاني يا جماعة قبل ما نختم اللايف؟ هنقول ألف مبروك لمين تاني؟ شكرا، شكرا للناس اللي بتقول كلمة من قلبها، شكرا لكل حد بيدعي لنا دعوة. طب بس ركز يا باشا في اللايف عشان اللايف بيفصل. قبل ما نختم اللايف هنقول ألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لمين؟ الناس تتفاعل معاه اكتر كده يا جماعه. ارجع يا باشا الشبكة باظت. كل ده يا جماعه ينزل على التليجرام، اللي معايا التليجرام، وهينزل على الصفحه بصور توضيحيه بعد اللايف على طول باذن الله. الشغل ده كل ده ينزل بصور توضيحيه يا جماعه. يا ريت لايكم تابع على البيج عشان اي جديد تشوفوه، اي جديد يجي تشوفوه. هنقول ألف مبروك لمين يا جماعة قبل ما نختم اللايف؟ هنقول ألف مبروك لمين؟ محل جاري دمياط القديمة منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية جبة. يا جماعة أي حد ما بيكسبش معانا في لايف بنكسبه في لايف تاني، وأنتوا عارفين ومتابعين وعارفين كل حاجة. عندنا الثقة والأمانة بفضل الله يعني. الشبكة حرك ايدك كده عشان الشبكة عفشة بتعمل منك لحية. ممكن من الهزة؟ لا. ثبت ايدك كده وارفع ارفع.
قبل ما نختم عايز اقول الف مبروك. طيب الف مبروك بناتي بناتي كسبت معايا. الف مبروك بناتي بناتي كسبت معايا يا جماعه. الف مبروك بناتي بناتي كسبت معايا. هنقول ساعه من دي. الف مبروك بناتي بناتي كسبت معايا ساعه من دي. الف مبروك ليها. محل جاري دمياط القديمه منتصف شارع الشرباسي. كل اللي كسب معايا النهارده مميزات. محل جاري مميز. مميزات عندنا وبفضل الله الجديد عندنا دايما على طول. انتظرونا قناة اليوتيوب يحيى جادو مفارش وانتيكات. اي حد يا جماعة هيشترك على قناة اليوتيوب وهيخلي حد من قريبه يشترك اديله هدية من المحل. اي حد هيشترك على قناة اليوتيوب يحيى جادو مفارش وانتيكات اوريها لكم علشان اللي حابب يشترك عليها. وعليكم السلام. اللي بالك عشان الازاز اللي عندك يا فندم. اه يا جماعه قناه يحيى جادو مفارش وانتكات قناة اليوتيوب يا جماعة. هنزل بقى بوست برضه يا جماعة قناة اليوتيوب يحيى جادو مفارش وانتكات على الصفحة علشان أي حد يشترك عليها ليه هدية من محل جادو. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. ألف مبروك لكل عملاء محل جادو الكرام. ألف مبروك لكل متابعينا. اتفضل يا يوسف حبيبي. نعم. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا في اللايف ده واللايف امبارح. انتظروني بإذن الله على طول في جديد. عندي مفارش، عندي تركي وعندي مفارش هندي، عندي مفارش صيني وعندي مفارش مصري. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. ألف مبروك ليهم. ألف مبروك لكل متابعينا. لايك ومتابعة على اللايك، مشاركة على صفحتك الشخصية وعلى الجروبات. أشوفكم على خير يا جماعة. انتظرونا أول ما نقول في لايف يبقى الكل يجمع ويحضر. طلب بسيط كده يا جماعة بعد إذنكم. دعوة لكل أموتنا ودعم ودعوة للشاب اللي مات امبارح أحمد صاحبي. دعوة لمحمد ابن خالتي. معلش يا جماعة دعوة من قلوبكم بس ليهم وكل أموات المسلمين. أشوفكم على خير يا جماعة. شكرا لتفاعلكم معنا.